طبعا هنا القسمة، عرفنا الآن كيف نقدر نستعرض التيار أو الجهد عشان تتأكد إذا كان أنت شغال على التيار. لاحظ إنك لما تحط على التيار مثلا I، لاحظ المنحنى الآن هنا فولت، هذا واضح إنه تيار. فلما تحط على التيار راح يتحول لك بالملي أمبير. طبعا ايضا لما تغير هنا، لاحظ الرسمه ايش يصير عليها، راح تحدد على مكان المكان اللي قاعدين نرسمه، فيتأشر على المنطقه هذه. لما تحط مثلا فوق ايوه هذا اي الاي، لاحظ تأشر باللون الازرق. هذه بالنسبه لفكره استخدام السورس كود. طبعا الافضل انه ترسم هذا الكلام. لاحظ لما طفينا الدائرة اختفى الرسم على السورس كود. طبعا أفضل إن نحط معنا مكثف أو ملف عشان لو حبيت تشوف التيار بشكل أوضح، أنا أقصد التيار اللي في المكثف. فلو حطينا مثلا مكثف على التوازي مع المقاومة، وراح أعمل برضو اللي هو أميتر ثاني بحيث إنه أخليه يقرأ لي التيار في المكثف وفي الأميتر، وفي المقاومة بنفس الوقت. نضبط بس شكل الرسمة. طبعا هذه من الأشياء اللي تميز البرنامج إنه التوصيل فيها يعني بسيط جدا. تبغى تتأكد إن التوصيل عندك صحيح، قال لك circuit is on and correct. الآن لاحظ إيش صار عندي. طبعا خلينا ناخذها واحد واحد. ناخذ هذا الجراوند وهذا جراوند. طبعا لما تعمل جراوند يعني كأنك تصفر الإشارة. فناخذ أول شيء اللي هو ال V، هذا ال V اللي هو الماستر. لو حبيت تشوف ال I1 اللي هو التيار، الحقيقة هذا ما هو في المقاومة، خلينا ناخذه في المقاومة بشكل نفتح هنا، عفوا هذه زرادية، أنا بصراحة عجبتني الزرادية هذي. ناخذ التيار ونجيبه في على التوالي مع المقاومة، بحيث إننا فعلا يكون قاعدين نرسم تيار المقاومة. خلينا نقفل الآن الدائرة ونكمل التوصيل. ممتاز. طبعا قلت لك دائما تأكد إذا كان توصيلك صحيح. تلاحظ هنا correct، مكتوب correct هنا. فخلينا نصفر كل العناصر كذا، تعمل لها صفر يعني تخفيها من الرسم. خلونا نبدأ مثلا بالإي، هذا الإي واضح إنه هو الأحمر، لاحظ هنا. طبعا أنا بأخفيه كمان وبروح للآي ون، الآي ون اللي هو قلنا تيار في المقاومة، نصفره كمان ونروح للآي تو اللي هو التيار اللي باللون الأخضر، تيار في اللي مار في المكثف. طبعا لو حبيت ترجع تشوف الجهد المصدر مع المقاومة، مع التيار في المقاومة اللي هو I1، هتلاحظ انهم كأنهم فوق بعض، يعني ما في شيء يعني يبين انه في خطين. هو فعلا الحقيقة خطين بس متطابقين على بعض، لانه ما في زاويه بينهم، الزاويه الفيز شيفت بينهم صفر. طيب خلينا نشيل I1 ونحط I2 اللي هو هذه الحالة التيار حق المكثف. احنا نعرف ان التيار المكثف في فيز شيفت بينه وبين الجهد 90 درجة، او اللي هو الباي على 2. وعشان تعرف ال 90 درجة، هذه كلها من هنا الى هنا باي، لاحظ هو بادئ من هنا الى نص الباي، يعني باي على 2 90 درجة.
هذا يوضح لك أو يعطيك انطباع كيف شكل التيار في المكثف. بنفس الطريقة ممكن تجيب فولتميتر لو حبيت، نفتح في الدائرة فتحة أو ما يحتاج نفتح لأنه الفولتميتر ممكن نعمله. طبعا في زحمة عندي هنا فمحتاج ما حنقدر نلاحظ. أيوه طيب، الآن الفولتميتر لقياس الجهد على المكثف هو حيث ببساطة توصيل على التوازي. الآن بيصير عندنا كم قراءة؟ واحدة، اثنتين، ثلاث، أربع قراءات المفروض، وفعلا أعطاني أربع. أبغى أشوف مثلا، بصفرهم أول شيء عشان ناخذهم واحد واحد. طبعا تصفيرهم هو كأنك تعمل في الاسلوسكوب زر، تضغط على زر اسمه جراوند فيحط لك إشارة كأنها نقطة في السنتر. فلو حبيت تشوف الآن الفرق ما بين الجهد هنا والمصدر وجهد المكثف، فالجهد المصدر اسمه E1 هذا هو، وجهد المكثف اللي هو U1 أو V1. لاحظ هذا الجهد على المكثف والجهد على على جهد المصدر. طبعا ما في أي اختلاف لأنه ببساطة احنا ماخذين الجهد على التوازي، المكثف ماخذينه على التوازي مع المصدر، وبالتالي الجهد على في المصدر هو نفس الجهد على المقاومة هو نفسه على المكثف. لو حبيت تشوف الجهد على المقاومة تحتاج إنك تعمل فولت ميتر جديد أو إضافي، تحتاج إنك تعمل فولت ميتر طبعا في على المقاومة. لكن نكتفي بهذه النبذة عن البرنامج، وأعتقد إنك الآن أصبحت تقدر تتعامل مع البرنامج بنفسك، تقدر تصنع فيه دوائر، تقدر تتعلم، تحاول تستكشف، تعمل في الهيلب، تبحث في الهيلب حق البرنامج. الهيلب جدا ممتاز وبسيط، وميزته إنه يعني بالصور في الهيلب نفسها يعطيك شروحات مصورة.